وهدر للزمن بتاعنا. ونحن بره بيقولوا انه الناس يعني مثلا في الدول المتقدمه الساعات البحث ده عنده عدد ساعات بتنفيق الدولة قصاد البحث، زي القروش عندها عدد ساعات معين عشان تطوير تقنية محددة. فنحن محتاجين انه نقوي نسميه بنك المعرفة بتاعنا، يعني نأسس الحاجة دي والحاجة دي عشان تقوم بجد. نحن محتاجينها في الدولة الجاية، لازم يعني تكون بطريقة مؤسسية تقدر تجمع كل البحوث. وشكرا لك. شكرا للنظام. شباب اي زول ما عرف نفسه، تكلم عن مجالك والمشاكل اللي فيه وافاق الحل للمشاكل شنو. طيب جدا. طيب كان تفضل عزمه لاخو مشاكل لها علاقه بالبحث العلمي وكيف تدار مراكز البحوث في بعض الجامعات والمراكز وكذا، وانه الجونيور ريسيرشرز الناس الباحثين اليافعين يا دوب طالعين لقدام بيقدموا بعض مرات تنازلات عن الالاونسز او القروش بتاعتهم المفروض ياخذوها في البحث بتاعهم، في مقابل انه الواحد يتخرج ياخذ له ماجستير ولا ياخذ له دكتوراه ولا كيف على البروفيسور، ولا المساله بتاعت السايتيشن انه يكون موجود داخل الورقه العلميه كاوثر، كزول ساهم مساهمه اساسيه في البحث ده، وانه البروفيسور بيكون هو في اللحظه دي هو المالك للحاجات، هو يوزعها عنا يا شاي يعني، اللي هو الديكتاتور المطلق يعني. ودي مسألة طبعا مرتبطة بالريسيرش إيثكس اللي هي أخلاقيات البحث العلمي، ودي حاجة يفترض إنه تطبق ممارسة، وزي ما قلت أنت تفضلت إنه لازم يكون فيها قانون يحكمها أساس إنه إحنا ما نخلي البروفيسور ده يكون والله هو بروفيسور فلان ظريف أداني حقي، بروفيسور فلان ما ظريف ظلمني ما على كيفك. فدي حاجات يفترض إنها تتناقش يعني وتراجع في القوانين بتاع التعليم العالي الجديد بتاع السودان الدولة المدنية إن شاء الله الموجودة. بالنسبة لي محمد بكر كمهندس اتصالات، لانه فعلا التكنولوجيز بتاع الاتصالات ممكن الناس فعلا يكون عندها التكنولوجي بتاعتها براها، ما اسي في كميه بتاعت برايفت نتوركس موجوده مش كده، اذا كان في الجيش، اذا كان في بعض الشركات بتاعت الاتصالات، اذا كان في ناس الامن عندهم هنا فريكوانسي بتاعتهم الى اخره. فالحاجه دي ممكن تبقى، ما في حاجه بتخليها ما تبقى، لكن بعد كده تبقى الفائده الاقتصاديه، الجدوى الاقتصاديه، يعني هل تقدر تعملها لنفسك بس عشان تستخدمها هسي، ولا عشان تستخدمها عشان تصدرها لناس ثانيين؟ انت امكانياتك شنو بتاع التصدير؟ هل انت تقدر مثلا تنافس ناس تاتا في الاوبتيكال فايبر؟ تقدر تجي عليك اوبتيكال عشان يكون عندك حاجه تو بي ليست الناس تستاجرها منك ولا كده؟ هل عندك تكنولوجي كور مثلا زي انتل ولا اي ام دي عشان تقدر تسويها؟ ولا انت هتشتغل مثلا في السوبر ستراكشر في الجزء بتاع الابلكيشنز، تشتغل في ابلكيشن سوفت وير بتاعت موبايل ولا غيره، بيمنت جيت ويز الى اخره الى اخره. فالحاجه دي دايره ايديشن، قاعده زي دي الناس تقعد وتقول يا اخي انه والله احنا ممكن ناخذ 1 2 3 4 5 افكار، والافكار دي نخضعها للجدوى الاقتصاديه والدراسه الاقتصاديه، ونعمل ديموز ونعمل بيتشنج. والشاب اللي كان هنا بتاع الاداره ده مش ما عارفه، كان اللي هو الفكره بتاعت الانتربرينورشيب بتاعت انك انت تعمل مشروعك الريادي الخاص بتاعك انت ده برك، وليه لا؟ اذا كان انت عندك اكبر سوق حاليا متاح لك في العالم اللي هو سوق الانترنت، اي واحد فينا ممكن يعمل له ابلكيشن ولا برنامج ولا ويب سايت ولا سيرفيس ولا حتى توكن. اخوانا الكابشه، بتعرفوا الكابشه؟ لما تقدر تعمل يوزر نيم ولا باسورد بايميل جديد بيقول لك دخل الارقام دي، بتلقاها ملخبطه كده صح؟ دي اسمها الكابشه. الكابشه دي بتستخدم 3 مليار مره اظن في اليوم. الزور العامله بروفيسور في جامعه كارنجي ميلون هو عملها كابشه اول مره، ثاني مره عملها يسمى ري كابشه. الري كابشه دي لانه اكتشف انه الزول بيخسر له زي 10 ثواني لما يجي داخلها، فقام استخدمها في مشروع بتاع جوجل اسمه الديجيتايزيشن. الكتب القديمه لما تيجي تعمل لها سكاننج، السوفت وير اللي بياخذ الحروف اسمه الاو سي ار، الاوبتيكال كاركتر ريكوجنيشن، ده حرف الاف وحرف الاتش ممكن يكونوا قريبين لبعض، حرف الاي وحرف الاتش ممكن يكونوا قريبين لبعض مش كده، في حروف بتتشابه. فكيف انا افرق؟ انا اخذت الكتاب، يقوم الاسكانر ياخذ الحروف دي ويقول لي انه الاو دي فعلا او والسي دي سي، فبيجوا يستخدموا تدخل بشري في انه انا اجيب لك الحاجه المشكوك فيها، اخذها لك في شكل كابشه واقول لك يا اخي دي سي ولا اف. لو 100 نفر 200 نفر 2000 نفر قالوا دي سي معناها سي مش كده، فدخلوها وبقت جزء من اكبر مشروع بتاع الديجيتايزيشن بتاع رقمنه الكتب.
نشيل الكتب من عبارة عن نصوص قديمة مهترئة نوديها نبقيها. فالعشرة ثواني دي أخواننا في ناس بيدخلوا فيها مليارات. مشروع بسيط جدا جدا. إنك أنت يا أخي بس أكد لي إنك أنت ذا، هل أنت زول ولا ما زول؟ لو زول خدت لي الأرقام دي، أو قل لي في الصورة دي في كم عربية هنا، ولا وريني ال 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 السوبر ماركت وين في ديل. أربع صور بتطابقهم، أنت هناك بتطابق حاجة ثانية. في كمية بتاعت مشاريع ممكن الناس تعملها بناء. حامد يا جامد. الزول ده غير التاريخ بتاعنا والله، غير تاريخنا والله. يعطيكم العافية يا شباب. أيوة والله غير التاريخ. حامد تاريخ. تمام، وينو حامسه؟ الله يديكم العافية. طيب يا شباب، عشان نواصل بس في نفس الأفكار بتاعتنا، يعني إحنا الجلسة دي بتاعت النقاش والتعارف متعدد التخصصات هنعملها كل يوم هنا. ده الناس تجيب المشاكل بتاعتها وتجيب آفاق الحلول. إحنا دايما نكون عندنا العقلية بتاعت الباحث العلمي اللي هو بيقدر يفكر في حل المشاكل بصورة مختلفة ويستعير أفكار من تخصصات تانية. يعني ما بس بتاع البايوتكنولوجي بتاعنا يكون قاعد صابيها في اللاب، والزول بتاع الكمبيوتر ساينس بس صابيها ورا الكمبيوتر، والزول بتاع الإدارة قاعد ورا الإلاء. إحنا المجتمع مترابط، عاملين زي الأورجان، زي السيستم بتاع البشر ده، مش كده؟ كل جوا الأجهزة بتاعتنا بتاع الإعلام بنفس الأهمية بتاعت الإدارة، بنفس الأهمية بتاعت الطب، بتاع الكمبيوتر، بتاع إلى آخره. فدايما نفكر تفكير جمعي في حل المشاكل بتاعتنا. لأنه كل زول يجي، وما في زول ما عنده مشكلة، وما في زول مشكلته ما مهمة. لو مشكلة زول واحد مهمة، لأنه السودان بتاعنا بتاع حرية سلام وعدالة ده يفترض إنه مشكلة أي زول هي مشكلة كل زول، مش كده؟ فدايما اخوانا النقاشات دي تستمر بصوره مستمره، وكل مره احنا هنجيب زول خبير في المجال. يعني انا هادعي زول بتاع ستارت ابس، بتاع اللي هو الشركات الناشئه، يتكلم عن انه ليه المفروض كل واحد يعمل شركته براو، يعني بدل ما كلنا نمشي نشتغل لنا مع شركه ولا كده. هنجيب زول بتاع اتش ار هيعمل لنا حاجه على الانترفيو، هنجيب زول بتاع بروفيسور يتكلم عن انه الحياه دي المفروض تكون شكلها كيف، اضافه للحياه اللي حصلت اوريدي في المجموعه لحد أسي. أخواننا في حاجة أسئلة كثيرة بالمناسبة تكون مسؤولة، بتكون اتجاوبت وتغطت في محاضرات فاتت. إحنا أسي ذا الليلة ما شاء الله اليوم أكثر من أسبوعين، مش كده؟ أكثر من أسبوعين إحنا قاعدين نعمل محاضرات بصورة يومية وبتاع، ودارين الناس كلها تتكلم ودارين نعرف بعض، لأنه في التعارف ده أخواننا محبة، في محبتنا لبعض بيكون وحدة بتاعت مصير إن شاء الله وهدف. يعني لو في زول عنده تعقيب ولا حاجة قبل ما نقفل الجلسة، تفضل يا باشا. بالإضافة للقصة بتاعت البحوث دي، الحل ممكن يكون في إنه الناس تمشي لكل المكتبات الجامعية، تتشال كل العناوين بتاعت كل البحوث بتاعت السنين اللي ورا، يحصل لها فهرسة وتتخطى في داتابيز، ممكن بعد تاني تكون هي متاحة لكل زول. بعد دارة لما نجي أختار البحث بتاعي عمل سيرش بس بالعنوان بكيوردز معينة، بعد دارة أقدر أشوف إنه البحث تتغطى في كم جامعة، وإذا اشتغله يكون في زي أبستراك قاعد يقدر يوريني إنه النتائج اللي وصلوا لها هي شنو. بعد ذلك على ضوء يا أعرف إنه والله خلاص أنا إذا اشتغلت البحث ده هيكون هيكون ريبليكيشن للحياة دي، نفترض بعد ذلك أنصل البحث بتاعي أو أشوف هم ويقفوا وين، بعد ذلك أقدر أواصل من الحتة هم ويقفوا فيها. فمحتاجة لمبادرة إنه الناس تلف على كل الجامعات المكتبات بتاعتها، كل البحوث بتاعت الماجستير الدكتوراه البكالوريوس تتم الفهرسة بتاعتها، يتم عمل داتابيس تكون مربوطة في موقع التعليم العالي ولا الموقع بتاع الجامعة. بعد ذلك بيسهل لي إنه والله كباحث دار أبدأ بحث جديد، ما علي إنه أرجع للداتابيس دي أشوف العنوان بتاع البحث المعين، بعد ذلك إذا طرح أوكي، إذا طرح طيب وقف وين، بعد أنا ممكن أواصل ولا أكنسل الفكرة. فممكن زي دي مبادرة ناس دكتور أنور يتبنوا الحياة دي وممكن تمشي لقدام. يا خرطوم في روبوست دي يا جماعة، خرطوم في روبوستري بتاع الريسيرش، يعني كل الببليكيشنز اللي طلعت منه ويفترض انها عندهم وعندهم، لكن اكسس بيوزر نيم وباسورد. كان في حي اخواننا السودان ده اخواننا والله بلد ظلم شديد جدا بحاجة واحدة بس، بانه اوكلنا المهمة العظيمة يعني اقول لكم شنو الحتمية لزول ما بيفهم، زول طيرة، زول جاي بالولاء وجاي بالقرابة وجاي بالعشيرة وجاي بالقبيلة كلام الفارغ ده. في حاجه، في مشروع عظيم جدا اتعمل اسمه شبكه الجامعات السودانيه، سودانيز ريسيرش نتورك. المشروع ده كان جزء من الشبكه الافريقيه والشبكه العالميه للبحوث. المهم المشروع ده حصلت فيه مشاكل كثيره جدا، وفي النهايه يعني اختزلت المشاكل دي في شخصين،
نفرين مش شاكلين بس نفرين وهدمت الشبكة يعني بصورة كاملة. لكن ده كان يفترض انه يكون مستودع البحث العلمي في السودان في مكان واحد. الآن جامعة السودان عندها شبكة، جامعة الخرطوم عندها شبكة، في معرفة المكتب المركزي إلى آخره. لكن حنسعى نحن نقدم مبادرة بحيث انه هذه كلها تكون موجودة في حتة واحدة عشان ما نعيد اختراع العجلة. البحث لو اتعمل مرتين كلام فارغ. احنا ما دايرين بحثين، احنا دايرين بحثين، يعني باحث واحد يعمل بحثين، بحثين يعملوا اربع بحوث، مش بحثين يعملوا نفس البحث. وده الحاصل هسه حاليا في الجامعات، بتلقى البحث تقريبا زول من نيلين تقريبا من البحر الاحمر الى اخره، وشغل بتاع كلفته ومخارجه حتى ما تخرج يعني. فدي ده خصمي ده ليه؟ لانه اهم داله يا اخوانا احنا عايشين فيها هي الزمن، وفي التايم فاليو اوف ماني، يعني زمننا لسه احنا قاعدين فيه ده لو ما مستفيدين فيه نحن خسرانينه. عشان كده الغرب اللي تقدم ده فهمه للزمن كريسورس كمورد. زي ما اسي تخيل انه لو كان الساعة بتاعتي انا ده ب$20 تخيلوا ان قاعد الساعة كده ما بعمل اي حاجة خسران $20. تخيلوا اسي لو كل واحد فيكم ساعته ب$20 واحنا كلنا طلعنا $20 فجأة كده شرطنا جدعان في الوطن. كلام ده الزول بيقدر يستوعبه؟ ده اللي قاعد يحصل تحت ستات الشاي وفي الاركان بتاعت الحلة احنا قاعدين نشرط دولارات لانه زمننا المفروض عنده برايس تاج، عنده سعر، عنده قيمة. احنا لازم نعاين نعمل فيجواليزيشن، يعني نعاين للزمن ده كقيمة مرئية كده ده، ونحاول نكبشيرا داخلها جوا جيبنا انه ما نضيع حاجة. فأي بحث يتعمل عبارة عن ريبليكا، يعني بحث منسوخ من بحث تاني، ولا مشيت لزول بتاع مكتبة عمل لك بحث، انت ضيعت زمن وقروش. ما المفروض الناس تفكر فيه بالصورة دي. عندنا محاضرة قدمها لنا الأستاذ فضل الله خاطر، هو مستشار اقتصادي في كوريا الجنوبية، عن جدول البحث العلمي، واخذ كوريا الجنوبيه نفسها كنموذج كيف الجدول الاقتصادي للبحث العلمي ليه نستثمر في البحوث يعني. فمحاضره قيمه موجوده في اليوتيوب، الناس ممكن تمشي تشوفها. احنا اخوانا ما دار اطول الجلسه دي، جلسه تاسيسيه للحلقه النقاشيه دي. كل يوم زي الوقت ده سقطت ما سقطت صابنا، فالصبه بتاعتنا تبقى صبه بفهم وجميله. وادعو معاكم ناس، يعني ما بالضروره احنا بس اللي قاعدين هنا ديل، احنا ما دارين نعمل شله، احنا دارين نعمل نور وعي، يعني يكون ان احنا من هنا ده نشع لكل الناس بالنور بتاعنا وبوعينا ونتعلم منه. واهم شيء نكون هامبل، نكون متواضعين بما يكفي لنفهم انه اي زول قاعد هنا ده ممكن يعلمك وينورك ويوديك لقدام. انا شاكر لكم جدا يا اخواننا، يعني وجودكم وزمنكم وتعلمنا منكم. نعم تفضل. ممكن احدد الزمن للجلسه؟ لا اذا كان قدرنا مخاطبات، اذا كان قدرنا نحدد زمن المخاطبه نحدد زمن الجلسه برضو على حسب الناس، حتى الزول لو جاي للمخاطبه بس يكون قاعد. الحاجه دي لكن ما عايده، بس الحاجه دي ممكن يومين من 12 خلاص يا اخوان احنا نثبت الوقت بتاعنا، احنا من 12 لحد واحدة حيكون عندنا ان شاء الله الجلسه النقاشيه دي. الناس يجي فيها مشاكل، قدر ما يكون في مشاكل دي كويسه للباحثين، لأن الباحثين بيفتشوا لحلول المشاكل. والاخ الاعلامي انا صراحه والله مبسوط جدا جدا من شجاعتك في انه اي والله انه الناس الماسكين الاعلام لو كانوا هم ناس فعلا كان الاعلام مشى لقدام، وانه السلطه الرابعه دي مهمه جدا لانها هي اللي بتحكي صوت الشعب. السلطات الثانيه دي كلها ممكن بتحت تتعامل مع بعض، الا الاعلام هو صوته عالي يعني. فنحن نحرص برضو انه يكون اعلامنا ده بيدنا، ونحاول نخطط له ونشوف كيف انه اعلام المفروض يكون بتاعنا فعلا يعني. لو في اي زول عنده تعقيب ولا اي حاجه يا شباب اشكركم جزيلا، وان شاء الله نشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمه الله.